تداعيات عدوان غاشم وحصار شامل قد تبدو نهاية العالم وانتهاء المعيشة لمن يواجهونها، إلا أن المأساة الإنسانية الناجمة عن قسوة الاحتلال الإسرائيلي الذي يصب غضبه على غزة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يواجه سكان القطاع المزيد من المعاناة للحصول على حقهم الأساسي للبقاء على قيد الحياة وهي شربة ماء. وفي ظل الشتاء القارس وبين انهمار المطر والرياح شديدة البرودة، يتجمع عشرات الفلسطينيين في صفوف مكتظة لساعات طويلة لملء أواياتهم الفارغة بالمياه. بالنسبة للمي مقطوعة كتير، يعني ما فيش مي، زي ما انتم شايفين الناس بتصف طوابير وبتلف في الحواري عشان بس يجيب شربة مي لأولادها. ومشاكل بنعانيها حتى في مراكز الإيواء، وما فيش لا في مي ولا في خدمات ولا في عناية ولا في نظافة، والصرف الصحي بين الخيام وفي الصفوف. معاناة إنسانية لم يسبق لها مثيل يواجهها سكان القطاع العزل من صغار وكبار، حيث يتفاقم نطاق انتشار الأمراض والأوبئة في ظل التلوث المتزايد والناجم عن شلل جميع المرافق وتوقف الحياة بسبب العدوان والحصار الإسرائيلي. بالنسبة للقمامة سببت أمراض للأطفال ولكبار السن اللي بيعانوا من مشاكل صحية، وزي ما انتم شايفين القمامة في الشوارع كوام، ومفيش لا بلديات ولا وكالة بتهتم بالناس، وانتشرت وحتى الحشرات سبحت على البيوت من كثرها في الشوارع. البحث عن راحة لدقائق معدودة صارت ضمن رفاهيات لا يسأل عنها النازحون في غزة الذين ينامون على أرض رطبة وصخور حادة وسط حطام ومخلفات متراكمة في ظل الرعب المتواصل من دوي الانفجارات والغارات التي يعرفون أنها قد تغمض لهم عيناً قد لا تفتح من جديد.